احنا بيشرفنا على التليفون صديقنا ومحللنا الاقتصادي الاستاذ ايهاب سعيد. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مساء النور على الساده المشاهدين. استاذ ايهاب، يعني النهارده كان عطاء جديد للبنك المركزي وكان في توقعات كبيره بخفض العمله ولكن لم يتم ذلك رسميا، لكن سامعين ان في بالفعل ارتفاعات لاسعار الدولار في السوق الموازي، هل الكلام ده حقيقي؟ ولو حقيقي تاثيره يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني زي ما كنت مع حضرتك في يوم الاحد الماضي واتكلمنا على التوقعات اللي بتشير بعد تصريحات محافظ البنك المركزي قبل العيد مباشره بان يعني التوقف عن استمرار سياسه دعم الجنيه، وان دعم الجنيه يعني هو دعم فئات المجتمع بكاملها بما فيهم الاغنياء. دي كانت تصريحات للمحافظ وانه هيتخذ القرار سليم ايا ما كانت تبعاته لدعم الانتاج ودعم المصانع بعيدا عن الحفاظ على سعر محدد للجنيه، خاصه وانه كمان اشار الى ان الخمس سنين اللي فاتوا كان هناك خطا فادح في استمرار سياسه دعم الجنيه، ده تسبب في اهدار المليارات من الدولارات اللي جت على شكل سواء دعم او منح او قروض. وطبعا احنا متفقين مع هذه الرؤيه واتكلمنا عليها كتير جدا، لكن طبعا البعض كان متوقع ان النهارده هيكون في قرار جديد بخفض قيمه الجنيه، والحقيقه مش عارف الاساس اللي البعض استند اليه انه لازم يكون النهارده. وعلشان كده بدا المضاربين من الامس واول امس يبتدوا يكتنزوا الدولار، وتوقفت عمليه البيع تماما في كل الصرافات وكله توجه للشراء، فبالتالي قل المعروض بشكل كبير، وعلى هذا ارتفعت الاسعار النهارده في السوق الموازيه زي ما حضرتك اشرت كده، واقتربت من 11.40 و11.5 وما زالت بترتفع حتى هذه اللحظه يعني. لكن هي الفكره ببساطه ان التصريح اصلا في بدايته هو اللي كان عمل هذه الازمه، يعني زي ما اتكلمنا كتير برضو انا وحضرتك وقلنا ان مش المفترض ان محافظ البنك المركزي يدلي باي تصريح من اي نوع، وانما يجب ان يكون طيب. استاذ ايهاب، لما يوصل الدولار او الفرق بين الدولار في السعر الرسمي من 88 ل 11.5، الفرق ده ياثر ازاي على الناس العاديه؟ زي ما قلت حاجة قبل كده، الفرق ده هو الدولة اللي بتتحمله، يعني هي الدولة بتتحمل هذا الفارق في كل شيء، هي اللي بتدفعه، ونظرا لأن الاحتياطي متراجع فأصبح من الصعب أو من المستحيل استمرار دعم الجنيه عند المستويات الحالية نتيجة للفجوة الكبيرة. تمام، لكن أنا كمستهلك أحس بالفرق ده في إيه؟ يعني عشان الناس تبقى فاهمة هو ليه موضوع الدولار ده مهم. موضوع مهم لان انت بتعتمد كلية على الاستيراد، يعني سواء في مدخلات الانتاج او سواء في السلع الاساسية السلع الاستراتيجية، انت معتمد بشكل رئيسي على الاستيراد. وهنا برضو نوضح نقطة مهمة جدا، ان اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده مسألة معدل التضخم اللي ارتفع ما هواش ناتج من انخفاض قيمة الجنيه ده، لانه هو احنا قلنا قبل كده تدبير العملة الصعبة 90% منها بيدبروا المستوردين من السوق السوداء او من السوق الموازية، فبالتالي هو الاثر بتاع تحريك سعر الجنيه حصل بالفعل باقتراب الدولار من 11.5. فهنا الازمه ما هياش ازمه ان الدولار بيقترب من 11.5 بقدر ما هي ازمه توفيره، انت كدوله بتبحث الان عن توفير الدولار، ازاي هتوفره وانت حاطط سعر رسمي بعيد تماما عن السعر الواقعي، وبالتالي ما فيش استثمار هيجي، ما فيش سياحه هتيجي، لان السعرين مبالغ فيهم جدا، يعني الفرق كبير جدا، الفجوه كبرت قوي، وبالتالي تحتاج لاعاده نظر زي بالظبط ما خدنا في القرار السابق لما تخفض قيمه الجنيه 14%. ولذلك احنا لسه ما زلنا متوقعين ان القرار هيصدر برضه في غضون ايام، يعني على اقصى تقدير اسابيع، بخفض اخر في قيمه الجنيه، لان مش هينفع الامور تستمر على هذا المنوال في ظل تراجع الاحتياطي بعد سداد كمان القروض الاخيره المليار بتوع قطر و700 مليون بتوع نادي باريس، فما اعتقدش يعني ان الامور هتختلف كثيرا. طب استاذ ايهاب، بحسك الاقتصادي يعني هل منطقي في الظروف دي وفي دوله بتعاني هذه المعاناه يبقى عندنا ناس بتستورد فشار ب 300 جنيه الكيلو وجوز ولوز ب 2 مليار جنيه؟ يعني المساله دي انا هختلف مع حضرتك فيها شويه، لانها في النهايه ده سوق عرض وطلب. الحكومه لما حبت توقف بعض السلع الاستهلاكيه والسلع الاستفزازيه رفعت الجمارك على اكثر من 500 سلعة، فهنا الجمرك لما ارتفع اصبح تكلفه استيراد هذه السلع كمان مع تحريك سعر الصرف بقى مرتفع جدا، فاصبح الاقبال عليها قليل، يعني هو هنا الدوله مش لازم ان هي تمنع الاستيراد بقرار، ولكنها تقدر تاخد من الاجراءات ما يحد من هذا الاستيراد، وده ظهر حتى في فاتوره الاستيراد الاخيره واللي اعلنت عنه وزاره التجاره والصناعه،
فالسلعه موجوده، لكن عايز تقنعني ان الطلب عليها زي ما كان لما كان الدولار عند 7 جنيه و8 جنيه مستحيل، اكيد الطلب تراجع. فهي المساله بتبقى كده، السلعه موجوده لكن الطلب عليها بيقل، ومن ثم استيرادها هيقل تباعا. يعني ممكن يكون ال 2 مليار دول كانت الفاتوره اكبر من كده، فبالتالي مع تحرك السعر الصرف قرب السعر اللي موجود في السعر الموازي ده هيحد بما لا شك فيه في كل السلع الاستفزازيه وكل السلع الاستهلاكيه اللي حضرتك بتشير اليها دي، دون وجود قرار رسمي او قرار مباشر بمنع استيرادها. احنا بنشكرك الاستاذ ايهاب سعيد الخبير الاقتصادي، وزي ما قال الاستاذ ايهاب يعني هو ليه حق ان هو يختلف معانا في وجهه النظر دي، ولكن انا من وجهه نظري حتى ولو كان الموضوع